أنا نور، بنت هذا المجتمع بعاداته وقوانينه وشرائه. احكي لي شو صار. هاد كل شي كان بدي اياه منها. لا هربت. يعني شو عم يضايقك هذا المجتمع؟ استغلوك، خوفوك، حسسوك انك كثير وحيد وضعيف. لأنه بوقتها يا بتخسر شغلك يا بتخسر سمعتك. هيك رحت أنا. ناس بتقلي مات، ناس بتقلي لساته عايش. بس أنا ما عاد صدقت حدا.